23 عاما هي المسافة الفاصلة بين مازن وأطفاله الثلاثة، حيث تعلم الأب. جاء التلاميذ الصغار ليتلقوا تعليمهم في نفس المكان وربما بنفس الأدوات. أنا درست هنا قبل 23 سنة، والآن بني يدرسوا تحت الشجر، لا ما زالوا تحت الشجر، لا شمس، شمس وريح وبرد، لا في كراسي ولا في صنبورات ولا في شيء. ما يزيد عن عقدين من الزمن ولم يختلف الوضع التعليمي هنا بمنطقة المرابحة في مديرية القبيطة بمحافظة لحج. أكثر من 120 طالبا وطالبة من الفصول الأساسية يتلقى غالبيتهم التعليم في أماكن مكشوفة وتحت الأشجار أو في صالة المساجد، بعد أن أصبحوا عاجزين عن الذهاب إلى مدارس أخرى نتيجة الحرب الدائرة. كما تشاهدون يعني المسافات، المدرسة الرئيسية تبعد عن القرية هذه مسافة 2.5 كيلو حوالي أو أكثر، ونتيجة لأن الأطفال صغار في مرحلة ابتدائية من الصعب جدا نزولهم إلى هذه المدرسة. هنا يحاول الأهالي إيجاد حلول بديلة حتى لا يفوت الأطفال عامهم الدراسي، فانعدام الأماكن الملائمة للتدريس دفعهم لتعليم أبنائهم في بعض ملحقات المسجد، واتخذ بعضهم من النعش مقاعد لهم هنا، حيث تجلس منار وهيام وبسمة بعد أن أصبح الجلوس عليه أمرا اعتياديا. أعاني من عدم وجود السبورات، عدم وجود الكراسي، عدم وجود الفصول، فالطلاب يفترشون الأرض في الحر والبرد، فنرجو عمل حل قدري لهذه المشكلة. منذ سنوات تنتظر منطقة المرابحة إنجاز مشروع مدرسة الحمزة، المشروع الذي وضع على الورق ولم يتحول إلى مشروع على الأرض رغم مناشدات الأهالي الحكومات المتعاقبة.